خلونا نسمع رأي الناس الأول في هذا القرار ونرجع نتكلم فيه ونناقشه. منع التوك توك واستيراد واستيراد القطع الغيار، فطبعا دي حاجه لازم تنتهي وكانت حقها تنتهي من زمان. يعني العربيات افضل من التوك توك بكتير، بس يعوض الناس بتاعت التوك توك دي بس. وانا عايزين ناكل عيش، والتكاتك فاتحه بيوت كتير قوي، والتكاتك لو اتمدت احنا هنقعد. اركب عربيه مرخصه وتطلع على طريق وتمشي، ابقى عارف مين عليها نمر وعارف مين معاها، مين اللي راكب وعربيه مين دي. اي مصنع بيجمع تكاتك المفروض ده يتقفل اصلا، لان هو كده عنده ستوكات، هيقول لك انا عندي ستوكات، خلص الاستوكات بتاعتي وبعد كده مش هستورد تاني. طب ما انت عندك ستوكات تكفينا 10 سنين قدام. خطوط الفان او الفان ميني فان اللي الحكومه بتفكر فيها لازم يكون ليها وضع قانوني برضو. ما هي لو اتعملت بدون ما يكون ليها رقيب ويكون ليها طرق معينه وحاجات بتحكمها، الموضوع هيتحول لفوضى بس بشكل اخر، بدل ما هي توك توك فوضى الفان. انا شايف ان التوك توك ما بيعملش حاجه غلط، هو العيب مش في المكنه نفسها او في التوك توك نفسه، العيب في الشخص اللي سايق المكنه او سايق الاله. انت دلوقتي استبدلت الشكل بشكل بس ما استبدلتش الشخص. شكل عامل التوك توك كله في اي مكان مش كويس.